هي مشكلة تعز؟ هل أصبحت الدولة أحد أطراف الصراع فيها؟ أم أن الإصلاح هو حجر العثرة فيها؟ ماذا عن بقية الأحزاب؟ ولماذا تأخر تحرير المدينة؟ أهلا بكم. تعز التي أعلنت مطلع العام 2013 عاصمة الثقافة اليمنية تحولت إلى مرتع للعصابات المسلحة والخارجين عن القانون. باتت الدولة تبحث عن موضع قدم لها وسط ركام وخراب الحرب وصراع الأخوة الأعداء. التحالف، الشرعية، الجيش والأحزاب، الجميع يدير معركته الخاصة في تعز، والناس تغرق كل يوم في جحيم مر ويدفعون ثمن الأخطاء. هل خسرت تعز رصيدها في التعايش والثقافة واعتبارها عاصمة الثقافة والفنون؟ أم أن هناك من يريد لها أن تصبح خارج دائرة الفعل والتأثير؟ لماذا أخفقت السلطة المحلية في السيطرة على المشهد في تعز؟ ولماذا يبدو المشهد في المدينة وكأن هناك أكثر من جيش وأكثر من جهة أمنية؟ ويا ترى متى يكون تحرير تعز؟ ما هي مشكلة تعز؟ سؤال تبدو محاولة الإجابة عليه أشبه بالمشي في حقل ألغام شديدة الخطورة. فتعقيدات المشهد في المحافظة تتجاوز طرفي الحوثي والشرعية إلى التحالف والأحزاب السياسية والجماعات المتطرفة وغيرها. مع انطلاق عاصفة الحزم تشكلت في تعز مقاومة شعبية تصدرت المشهد وأفضت إلى تحرير المدينة من الانقلابيين الحوثيين إلى أطراف المحافظة شمالاً، وبعد نحو 4 أعوام من التحرير لم تتعافى المدينة كما كان يتوقع أبناؤها. 3 محافظين تعاقبوا على تعز منذ تحريرها لم يتمكنوا خلال أكثر من 4 سنوات من توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية أو تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين. الانفلات الأمني كان سيد المشهد، واغتيالات بالجملة نفذت بحق أفراد الجيش والمقاومة، وصراع على النفوذ في مدينة لا تزال تحت نيران ميليشيا الحوثي بصورة يومية. الأحزاب السياسية خاضت صراعاً بينياً في تعز أدى إلى إضعاف جبهة الشرعية عسكرياً ومعنوياً وخلق انقساماً داخلياً. وإزاء كل ذلك لم يكن لقيادة الشرعية أي تحركات لإخراج تعز من مشكلتها والعبور بها إلى مرحلة التحرير الكامل والاستقرار. ليزداد سؤال ما هي مشكلة تعز غموضاً وتبقى إجابته بعيدة. لم تكن الرياض وأبوظبي بعيدة عن مسرح العمليات في هذه المدينة التي تشكل قلب البلد وخزانها البشري الضخم. حضر التحالف بكثافة عبر دعم مجاميع مسلحة دعمها بسلاح يفوق سلاح الجيش. قيادة الشرعية كانت ولا زالت آخر الفاعلين في مشهد تعز، فيما يتصدر الانقسام الداخلي والوكلاء المحليون لدول إقليمية المشهد. تبدو هكذا ميليشيا الحوثي أكثر استرخاءً وهي تحاصر مدينة لم تعد هي الخصم الأول لدى أبنائها، فالأخوة الأعداء يقتلون بعضهم الآن. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها الأستاذ فؤاد الحميري عضو مؤتمر الحوار الوطني سابقا. أهلا بك أستاذ فؤاد. أهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله وأهلا بك هنا في المساء اليمني. أستاذ فؤاد، كيف هي الأوضاع في تعز؟ الأوضاع في تعز أوضاع مدينة يمنية لا تزال تحت الحرب والقصف والحصار، وبالتالي كل ما يمكن أن يطرأ عن حرب موجود فيها وظاهر، والوضع الغير الطبيعي هو الطبيعي فيها نتيجة لهذه الأمور. ما هو الوضع الطبيعي وما هو الوضع غير الطبيعي؟ الوضع الطبيعي أن تكون هناك مدينة مستقرة ضمن دولة مستقرة، أن يكون هناك إقليم كامل وشعب كامل، وبالتالي تكون هناك سلطة سياسية كاملة يحقق هذا الأمر استقرار داخل البلد. والوضع غير الطبيعي هو بعض إقليم، بعض شعب، بعض سلطة، وبالتالي لا يحدث هناك استقرار ويكون هناك نتائج نراها ونسمعها كل يوم في كل مدن اليمن ومنها تعز. هناك من يتحدث عن مشاكل معقدة في تعز تزداد تعقيدا كلما طال أمدها، وهناك من يحدد أطرافا معينة بذاتها
مسؤولة عن كل هذا، يعني عن ما نشاهده من ما يسمى بعصابات، ما يشاهده من ربما أحيانا مواجهات دموية تحدث في تعز، عن انفلات أمني، يحددون الإصلاح كمشكلة. هل فعلا الإصلاح هو المشكلة في تعز؟ أولا لابد أن ننظر للمسألة حتى تكون نظرة موضوعية بعيدا عن التهويل أو التهوين. لابد أن ننظر للمسألة نظرة طولية، بمعنى تعز أمس واليوم، حتى نعرف أين تعز بالضبط وما الذي يحصل فيها الآن، وهل هي في وضع سيء أم في وضع أسوأ أم في وضع أحسن. الأمر الآخر، لابد أن نتعامل مع هذه المدينة كما نتعامل مع هذا البلد في إطار الوضع الذي هي فيه والبلد فيه، وهو إطار الحرب. إذا كانوا يقولون ليس بعد ذنب الكفر ذنب، فليس بعد انفلات الحرب انفلات. هذه مسألة مهمة، أن أتحدث عن عصابات، عن ونحن في حرب أصلا، ومدينة أصلا إلى الآن لا يزال الجيش فيها. يعني الجيش عندما يكون في المدن معناها أن الوضع غير طبيعي، صحيح. ومعنى أن الجيش في المدن معناها أن الجبهة داخل المدينة، لا تزال جبهة القتال داخل المدينة. هذه القضية لابد أن تستحضر عندما نتحدث عن هذه المدينة، وبالتالي نستطيع أن ننظر إلى ما يحدث فيها نظرة موضوعية. تعز بالنظرة الطولية التي هي منذ الانقلاب حتى الآن، غير تعز بالنظرة العرضية التي تأخذ اللحظة وتحاكمها وتقف أمامها، وبالتالي أيضا نظرة موضوعية تستقضي أو لابد أن ننظر إلى هذه المسافة الكاملة، أين كانت تعز وأين أصبحت اليوم. تعز في لحظة ما أفاقت على لا دولة، لا سلطة، لا أمن، لا مؤسسات، لا محافظ، لا إدارات، لا شيء. من هذا الجو استطاعت أن تمتص الصدمة مبكرا، وفي فترة وجيزة جدا بعد الانقلاب مباشرة أصبح لديها مجلس تنسيق المقاومة، أصبح لديها للجانب العسكري المجلس العسكري، أصبح لديها الأحيت وفعلت العمل السياسي عن طريق اللقاء المشترك الذي مات تقريبا يعني اسما وفعلا في اليمن، وبقي بل كأنما ولد من جديد في تعز في تلك الفترة. أيضا المبادرة المجتمعية، وأنتج هذا كله التحرير أو تحرير ما حرر حتى الآن. ثم انتقلت إلى طور آخر، وهذا معنى أن هذه المدينة في هذه المسيرة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. اليوم مجلس تنسيق المقاومة اليوم سلطة محلية، اليوم هناك سلطة محلية. مجلس العسكري اليوم هناك قيادة محور، أصبح هناك محور عسكري تتبعه ألوية، تتبعها كتائب، تتبعها سرايا. المبادرات اليوم عادت تفعل المؤسسات، مع بقاء المبادرات طبعا المجتمعية الشبابية وغير ذلك. اللقاء المشترك اليوم يتحول إلى تحالف سياسي للقوى السياسية لدعم الشرعية. هذا الأمر كله يعني اقتضى أن يكون هناك أولوية من أجل استكمال التحرير، وهو التأمين. وبالتالي المرحلة الأولى كانت مرحلة بتلك المفردات، وساقت إلى تحرير ما حرر. المرحلة التي نحن فيها بمفرداتها هي انتقالا في اتجاه الدولة كما رأيت، وأخذت في أولويتها مسألة التأمين. مسألة التأمين هي النقطة التي الآن نتطرق إليها. قضية أن نتحدث عن عصابات، أن نتحدث عن قوى يعني تثير القلاقل داخل المدينة، هذا الأمر قائم لتلك الحيثيات التي ذكرتها لك، والعدد موجود. قد ربما لو تحدثنا عن المشكلات والعصابات موجودة لا شك، لكن أيضا بالمقابل هل هناك عمل في مواجهتها؟ نعم هناك عمل في مواجهتها، وإن لم يكن بذاك العمل الذي المأمول الذي ننتظره، لأمرين اثنين. الأمر الأول، لأن تعز قطاع منفصل. ماذا نعني بقطاع منفصل؟ طبعاً الكلمة هذه كلمة شهيرة جاءت على لسان وزير الدفاع حالياً عندما في فترة سابقة. قطاع منفصل في الحقيقة أصبحت طابع لتعز، فهي من قبل من يعتدي عليها قطاع منفصل، يتعاملون معها باستثنائية. عندما يتفاوض على كل شيء تعز قطاع منفصل، يرفض التفاوض فيها.
عندما يحاول الانقلاب أن يجمل نفسه في كل شيء، تعز قطاع منفصل يقول أمام الأمميين وأمام المبعوثين وأمام يقول أتمنى أن تبات. قيل هذا الكلام في مفاوضات جنيف. قطاع منفصل حتى حين التحالف الانقلاب يفك الارتباط بين بعضه البعض، تعز قطاع منفصل يظل الرباط قائم في تعز، فليفك في كل أنحاء الجمهورية إلا في تعز ليستمر. إذن هذه الوضعية، هذه الاستثنائية من قبل من يعتدي على تعز جعل الوضع في تعز معقد. الأمر الآخر، تعز قطاع منفصل في نظرة الشرعية إليها أيضا للأسف الشديد. فالتعامل تعامل الشرعية مع تعز لا يرتقي لا لمستوى اللحظة ولا لمستوى المدينة وما تقدمه وما 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 قدمته، وبالتالي لا يزال. والعبارة التي بنينا عليها هذا الكلام كله أذكر أنها عبارة صادرة عن من؟ عن أعلى مسؤول في عملياتي للقوات المسلحة في البلد. إذن هذا المشهد المعقد وهذه النظرة الاستثنائية لهذه المدينة من تجاه من يعتدي عليها ومن يفترض أن يعمل على حمايتها جعل المشهد معقد، يتداخل معه ما نشأ وطرأ من صراعات حزبية ليس هذا وقتها ولا هذا مكانها ولا ما تقدمه أولوية لهذه المدينة وفي هذه اللحظة، فعقد الأمر أكثر. لكن يعني تركتك تتحدث أستاذ فؤاد، السؤال كان حول هل فعلا الإصلاح هو مشكلة التحرير؟ عندما تطرقت إلى كل هذه الأمور بدالي أن إجابتك يعني وإن لم تقلها أنه هو فعلا هو المشكلة. عندما نتطرق إلى كل هذه الأمور ولم توضح لي هل هو المسؤول عنها أم لا؟ لا، أنا لا أدري القضية هل هو المسؤول من أي جهة يعني؟ هل فعلا الإصلاح، هناك من يتحدث على أن الإصلاح هو المشكلة، مشكلة التحرير هو من يعيق تحرير المدينة وأن يستمر أو أن تتجه الأوضاع فيها إلى الأفضل. إذا كان الإصلاح كحزب، فالإصلاح كحزب هو حزب من جملة الأحزاب، وهو موجود في تحالف حزبي قائم، موجود سواء جوار رئيس الجمهورية مع مستشاري، وموجود بين الأحزاب بعضها بعضا. ما يعني يدور حول الأحزاب يدور حول الإصلاح. ما يقال عن الإصلاح عائق، ربما صدر أو صرح به بعض المسؤولين جاعلا هذا التصريح عن التحالف، عن بعض أطراف التحالف، أنها لا تريد أن تدعم تحرير المدينة لكون وجود الإصلاح فيه قويا، وهي لا تريد أن تدعم مدينة ينتصر فيها الإصلاح. هذا الكلام إلى الآن كلام كواليس، في الواقع لا حقيقة له. الإصلاح حزب من ضمن الأحزاب. إن كنت تريد أن تتحدث عن الجيش، عن الأمن، هناك جيش وأمن، لا يوجد شيء اسمه إصلاح، إلا في عقول من يريد أن يجعل الدولة داخل تعز التي ندعو إلى حضورها وتمددها ووصولها إلى كل مربعات المدينة ومناطقها وأحيائها، إلا في عقول هؤلاء الذين يريدون أن يجعلون من الدولة طرف كما ذكرتم في مقدمة هذا اللقاء. طيب، هل الدولة طرف فيما يحدث في تعز؟ الدولة هي الأصل، هو ما ندعو إليه. فإن قلنا أنها إصلاح فنحن إذن نريد أن نخرجها من المعادلة ونجعل عليها دائرة حمراء ونتخذ من الدولة عدوا لنا ونحن ندعي أننا نريد حضورها. طيب، دعنا نشرك معنا في هذه النقطة تحديدا في الحوار رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام بالحزب الاشتراكي بتعز السيد فهمي محمد. أرحب بك سيد فهمي. إذا ملفات كثيرة وشائكة في تعز تبتدأ بموضوع التحرير، ربما لا تنتهي بالصراعات داخل المدينة، كيف تتابع هذه الأحداث؟ أهلا وسهلا أستاذ فهمي. نعم تفضل. تسمعني الآن؟ تعز مشكلتها في الوقت الراهن مشكلة متعددة وذات أوجه وأبعاد مختلفة. أولا أنا أريد أن أوضح الفكرة بأنه تعز إلى الآن الحديث عن مسألة الدولة
يعني مسألة أوجود الدولة طرف أولى للدستور وطرف هذا حديث مرجع مبكر، لأننا في تعز المشهد للآن الدولة ما زلنا نشهد ما زلنا نعيش في ضباط السلطة، يعني لما تحول أو لا يحط لنا أن نتحدث عن وجود دولة بالمفهوم الحداثي أو بالمفهوم الحديث لوجود دولة، في تعز ما زالت هناك سلطة. مشكلة تعز من حيث المشكلة بشكل عام يعني تتعلق أولا بحسابات للقوى دعمهم للتحالف وما إلى ذلك، صراع سياسي وداخل المكونة السياسية، فساد مالي يتعلق في بعض الموارد، سقوط أصول ثابتة كانت تراسها عند الناس تتعلق بوجود منظومة سابقة من النظام ومن أي ما عندما تسقط الدولة في الحاكم مثلا بيكون في الاستوديو تتحول بعد ذلك المسألة إلى 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 عدم وجود ضوابط في عقول الناس، يعني تتحول بعد هذه المناطق الجغرافية التي تتحول تسقط فيها الدولة إلى حالة استقطاب لكل من يحمل فكر ممانع لوجود مسألة الدولة. فأعتقد أن تعز الآن تعاني من مشكلة معقدة على عدة أوجه، يعني عدة حسابات وعدة أجهزات، هذا هو الوضع بشكل عام في تعز. طيب فيما يتعلق ب أنتم كناشطين سياسيين أحزاب أيضا لم تنجوا من تهمة تأجيج الصراع، نتحدث فترة ما عن لماذا يقوم الإصلاح بمشكلة ما مثلا، ثم نتحدث بفترة أخرى عن غيري من الأحزاب الاشتراكي أيضا الناصر وخلافه، إذن أنتم أيضا تتحملون مسؤولية ليس كذلك؟ بلا شك الأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية، لكن ايضا في تقييم هذه المساله يجب ان تقاس كل حزب بما يستطيع ان يؤدي دوره. مثلا انا اقول بانه في تعز الاحزاب السياسيه تتحمل دور كبير جدا، اولا الاحزاب السياسيه في بدايه الاحداث كانت لها فضول ايجابي وادت دور مهم جدا في تحرير نصف المحافظه وفي استعاده الى حد ما دور السلطه ومكاتبها، هذا لعبت الاحزاب السياسيه دورا كبيرا. لكن الاشكاليه المشكله اللي حصل الان بان الاحزاب السياسيه الان بدات دورها يعود الى الوراء او يتكون، يعني مثلا فكره التحالف السياسي الان سكت ان تموت في تعز، رغم انه قبل ان يشهر التحالف السياسي على مستوى اليمن بشكل عام شهر وبدا في تعز، لكن المشكله انه الان وكانه هناك تراجع وتراخى عن فكره التحالف السياسي اللي يفترض ان تضع امامه كل المشاكل المتعلقه في تعز ويتخذ موقف هذه المشاكل بشكل عام باعتبار انه الاحزاب السياسيه هي الرافعه الوحيده والمدنيه في داخل تعز، وكما ان تعز هي المساحه المتبقيه من القسم الوطني لممارسه العمل السياسي. فيما يتعلق في مساله الاصلاح هنا يوضع في خانه الاستواءات او في خانه المسؤول رقم واحد على اعتبار انه هو الحاضر الاكبر في تعز، اعتبار انه هو المسيطر الى حد ما بالمفاصل العسكريه والامنيه وفصل الشرطه وفي وجوده القريب والراسخ من رئاسه الجمهوريه ومن الرئيس عبد الرب المنصور، وبالتالي الاصلاح يكاد يكون هو الاول المعني فيما يدري، ومن الطبيعي ان المجتمع ينظر له مسؤول رقم واحد، هذا شيء طبيعي جدا يعني، لكن لا يعني ان الاحزاب الاخرى ليست ملامه او الاحزاب الاخرى او اننا يمكن ان نقول كل الاتهام عن الاصلاح فقط، يعني الاحزاب الاخرى يجب ان تكون اقل شيء حاضره في الفطار بين سياسي يكشف كل الممارسات اللي حاصلت في تعز، يكشف كل الفساد، يحدد موقف النادي من التحالف، من حتى من ممارسه الاصلاح بشكل علني، من النادي تكون في الواقع، من النادي من الفساد المالي، من النادي في كل شيء، الاحزاب بشكل عام مسؤوله وبالتالي يجب ان تراجع حساباتها او تتحمل العواقب المجتمع. إذن الأحزاب يجب أن تراجع حساباتها، لكن الإصلاح أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ فهمي، لكن الإصلاح يتحمل المسؤولية باعتباره الحاضر الأكبر أكثر من يتحمل المسؤولية في تعز باعتباره الحاضر الأكبر، أليس كذلك؟ أعتقد أن تعز لم تفشل لتنتشر بين نخبه ثقافة التلاوم ومن يتحمل ومن لا يتحمل. هناك خطاب للأسف يروج لفشل تعز، لا، تعز نجحت وتنجح وستنجح. بأي معايير؟ بكل المعايير. وأنا ذكرت لك في البداية المحطات لكي نرى الصورة كاملة بعيدا عن اجتزاء اللحظة. تعز اليوم أفضل من أمس بكل المعايير، وغدا بإذن الله ستكون أفضل من اليوم،
وبالتالي من الجانب المؤسساتي اليوم نعم أستطيع أن أقول أننا اليوم في مرحلة دولة الحضور، دعني يعني أصطلح عليه هذا الإصطلاح، نحن في مرحلة دولة الحضور، لم نصل إلى مرحلة حضور الدولة. دولة الحضور أن تبدأ مسميات الدولة بالوجود، أن تبدأ المؤسسات تظهر ومسؤوليها يظهرون، ويصبح لدينا لدى المحافظة محافظ، ولدى الإدارة مدير، ولدينا الجيش، ولدينا الأمن، ولدينا مسميات الدولة. لابد من حضور هذه كمرحلة انتقالية لحضور الدولة. نحن نبحث الآن عن حضور الدولة، لا يمكن أن تحضر الدولة إذا لم نفتح الطريق لمسمياتها بالبروز بالظهور ونعترف بها دولة ابتداء. تعز أظن قطعت هذا الشوط، وصلت إليه. مجرد انتقالنا من مرحلة المقاومة إلى مرحلة الجيش في الجانب العسكري، هذه نقلة غير عادية. لولا هذه النقلة، لو لم تتم هذه النقلة، لكنا اليوم بالفعل أمام مدينة يحكمها أمراء الحرب. لم يعد هذا الأمر، لا، تجاوز التعز مسألة أمراء الحرب. اليوم هناك إشكالات هي دون، حتى الإشكالات الأمنية هي دون هذه المشكلة ذات البعد السياسي الخطير، وبالتالي هذا يحسب لتعز. الحديث الآن، وأنا أتمنى كما عندما ذكرت بعض الإشكالات التي بسببها ما يحدث في تعز يحدث، أن هناك أيضا إشكالية حزبية، هذه إشكالية قائمة بالتأكيد، وأنا مع يعني الأخ الكريم عندما يتحدث عن أن هناك تراجع. كانت تعز تتقدم حزبيا، حتى أنه كما ذكرت لك يعني في الوقت الذي لم يعد شيء اسمه لقاء مشترك في اليمن، في تعز كأنما ولد من جديد، واشتغل الناس جميعا تحت هذا الاسم. اليوم هناك شيء أعظم، هناك شيء تحالف اسمه تحالف. طيب، في مرحلة أن تتطور وتصبح تحالف أشمل من اللقاء المشترك، تتراجع عنك تلك الروح، روح المشترك، يصبح هناك تحالف لا مشترك له. هنا النقطة، أعتقد أن الأحزاب بحاجة إلى أن تكون صريحة في لقائها مع بعضها البعض، ما هو المشترك الذي تحالفنا من أجله اليوم؟ ولا أعتقد أن هناك أعظم من مشترك التحرير بالنسبة للمدينة وبالنسبة للبلد كله. الأحزاب السياسية جزء من المشكلة الحاصلة في تعز والحاصلة في البلد، وأعتقد أن الحزبية السياسية هي الحل. بمعنى إذا كان الأحزاب السياسية بهذا التراجع والعودة إلى ما قبل ثقافة اللقاء المشترك، يعني عملت مشكلة كبيرة جدا. في وقت ما كنا قد تجاوزنا هذه المشكلات، تحولنا بالفعل إلى أحزاب سياسية، أدواتها السياسة، خطابها سياسي، تتناقش وتتصارع برامجيا لا مناهجيا. اليوم بدأنا نعود إلى الصراع الأيديولوجي، بدأنا نعود إلى الصراع حول المناهج، بدأنا نعود إلى مرحلة ما قبل السياسة. هذه مشكلة خطيرة جدا. جميع الأطراف بدأ يظهر عليه ذات الخطاب، ذات الصورة. هذه رجعية حقيقية أنا أؤكد عليها بالفعل. وبالتالي أن نتطور شكليا من لقاء إلى تحالف، ونتراجع جوهريا من برامجيين إلى مناهجيين، ومن أحزاب إلى جماعات، في الحقيقة مما يظهر جليا تعتبر نكسة ربما. هذه لا أريد أن أصل إلى مرحلة نكسة، فلأقول أنه هي ما تزال يعني مرحلة الانتقال. مرحلة انتقال تحدث نوع من الربكة، سيتجاوزها الجميع، أنا أتصور ذلك، سيتجاوزها الجميع، لأن لديهم تجربة، هم ليسوا أبناء اليوم. التجربة السياسية اليمنية تجربة رائدة في المنطقة، اللقاء المشترك بروحه رائد في المنطقة، وبالتالي أظن أن تلك الروح ستتغلب في النهاية وسيصل الجميع. الأحزاب السياسية مشكلة، والحزبية السياسية هي الحل. العودة إلى الروح السياسية، استخدام الأداة السياسية، النقاش حول البرامج لا حول المناهج والأيديولوجيات، التحالفات مع القوى السياسية لا قوى ما قبل السياسة. هذه النقاط جميعاً أعتقد أنها ستشكل يعني رافعة مهمة للحل. وتعز بالمجمل، وأعود وأؤكد على ذلك، تعز لم تفشل ولن تفشل،
وحتى هذا الذي يدور هو حراك في إطار نجاح أكبر. والألم الصادر عن تعز ربما لكبر تعز، يكبر صوتها ويكبر الألم الناتج منها، ويتألم الجميع لها لكونها نموذج، لكونها أيقونة. لكن على الجميع أن يدرك أن هذه الأيقونة لا تزال هي هي، وأن الصوت المرتفع ليس بالضرورة صوت الفشل. الصوت المرتفع معناه أن الحياة هناك حياة لا زالت في 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 عمقها، الحياة موجودة، ولذلك الصوت مرتفع لأن الحياة موجودة. لكن لسنا يعني في وارد الدخول في مرحلة التلاوم، لأننا لم نقع أصلا في مستنقعات. طيب في سياق الحديث الذي تفضلت به وكذا ما قاله السيد فهمي محمد، وأعود إليك سيد فهمي محمد في سؤالي الآن. يبدو كلامكم الآن نخبويا لا يهم المواطن كثيرا إلا بآثاره على الأرض. في نهاية المطاف المواطن يريد خدمات، يريد أمن، يريد تعليم جيد، صحة جيدة إلى آخره. المواطن لا يفهم هذه الأشياء كلها، يريد هذه الخدمات البسيطة. متى سيتحقق ذلك للمواطنين؟ ما تطرحه في جميل، وهو يؤكد كلامنا بأننا نحن الآن نحن في إطار دولة. الدولة هي المعنية بتقديم هذه الخدمات، زي مثل المواطن في جانب الصحة، في جانب البيئة، في جانب الماء، في جانب الكهرباء، في جانب التعليم، في جانب الصحة، في جانب كل حاجة. كل هذه التي نتكلم عنها نحن الآن هي تتطلب وجود دولة، وبالتالي نحن لا نعيش في وجود دولة. صحيح بأن قال الله يذكرني بأنه في هناك انتقال، حتى وهذا الانتقال طبيعي يحصل مركزيا، من الناس تبدأ تفعل بعض الأشياء، لكن إلى الآن ما زال هذه الخدمات مرتبطة بوجود دولة، لا بوجود سلطة تدار بفكر الحائز عليها. هذه المشكلة التي تعز الآن الخدمات اللي تتكلم عنها أصلا ترتبط في وجود دولة، والدولة هذه يجب أن تحارب الفنان شديد. زي ما قلنا الآن هنا يعني في موارد تنهب، في موارد تصرف في غير أماكنها، في حالة من النفوذية موجودة لدى المسؤولين والمتنفذين في السلطات. تعز المسألة مش مسألة وردية كما يصورها الآخرين بقدر ما تعني. لكن ألا ترى أن يعني حتى في بعض الأماكن التي يعني تديرها العصابات يكون هناك ربما أيضا في مناطق مثلا كتجربة خارجة عن إطار اليمن، في مناطق سيطرة تنظيم الدولة كان هناك خدمات وأمن كذا، يعني حتى العصابات قادرة على ضبط الأمن، على إيصال الخدمات. لكن هناك كثير من هذا الأمر غير موجود في تعز. هناك عصابات منفلتة، هناك أحيانا تحدث أو يعني من حين إلى آخر يحدث أن تحدث مواجهات بداخل المدينة، انفلات لاسم لسين أو صاد من الأسماء التي لا تنضبط بحسب الأوامر العسكرية إلى آخره. يعني هل يفهم من كلامكم الآن أنه لا مشاكل في تعز والأمور تمشي إلى الطريق الجيد؟ أنا لا أقول أن هناك مشاكل، أنا في كلامي واضح، قلت بأن تعز يعاني وتعز متخمد المشكلات. أنا أقول بأن هذا الشيء يحصل، وهذا يدل على كتيبة مصورة حصلت من البداية إما على مستوى كتيبة الجيش والأمن أو على مستوى إدارة السلطة المحلية بشكلها المدني. في مشكلة زي ما قلنا، أولا بأنه مشكلتنا في تعز على الجانب الإدارية تترك المساحة، أولا بأنه تم تعيين أكثر المدراء بخارج المكاتب لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، لا يمتلكون خبرات في إدارة مكاتبهم، وبالتالي هذا انعكس على الأداء بشكل عام الخدمي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية مسألة الإنفلات الأمني ومسألة الصراعات ومسألة كذا، أنا باعتقادي بأنه ليست المسألة تتعلق في وجود قوات أو في وجود جماعات خارج نطاق الدور الجيش على اعتبار انه هناك جيش وطني هناك فصائل خارجه عنه، لا، انا اعتقد ان المشكله هي مشكله عامه اصلا تتعلق بوجود ممارسات يقوم بها كلهم يعني افراد محسوبين على الجيش اصلا الذين يعتبرونهم جيش وطني. يعني مثلا حتى الجماعات الاخرى المسلحه الذي مثلا ممكن نطلق عليها هي ذهبنا الى التوصيل، مثلا جماعه ابو العباس وجماعه غرب، هؤلاء ناس مرقمين عسكريا ومستوعبين في ظل معسكرات، وبالتالي الخطاب الرسمي الحقيقي لا يعتبر هؤلاء الناس خارجين او ضائعات مسلحه. ماذا الى الان يعتبرهم من ضمن القطاعات العسكريه ومن ضمن الجيش العسكري ومن ضمن الناس والافراد التي اجبرهم هنا؟ اذا المشكله يعني مشكله متعدده، لا اول يتعلق عدم وجود خطاب سياسي من السلطه ومن الرئاسه ومن الوزراء يحدد الاشكاليه هذه اصلا.
الشيء الثاني حتى هذه الجماعات ستجعلك تقف بالجهة الأخرى أمام قائمة كبيرة من المخالفات والممارسات اللي يمارسها أفراد في الجيش غير موجودين في جماعة الأبطال، محسوبين في ألوية أخرى لا تطبق على معايير الجماعات هذه، وبالتالي مشكلة نحن أمام مشكلة شكوك أصل ثابت. الناس كانوا يتعاملون بوجود عدم وجود جيش حقيقي مهني جيش اشتراكي، يعني مشاكل متعددة في تعز، نحن لا نقول بأن الوقت تعز. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد فهمي. تحدث أنت عن نقطة الجيش سأعود إليها، لكن قبل ذلك أسألك أستاذ فؤاد، أين التحالف مما يحدث في تعز؟ التحالف لا شك أنه فاعل فيما يحدث في اليمن، وتعز أيضا يعني في القلب من ذلك. هناك يعني هل أنت راض عن دور التحالف في المدينة أو في المحافظة بشكل عام؟ أعتقد أنه دون ما كان ينبغي أن يكون، وأعتقد أيضا أن هناك إشكاليات كبيرة جدا ينبغي أن تعالج في مسألة علاقة الدولة والسلطة الشرعية بالتحالف. أظن أن هناك إشكالات كبيرة ربما تكون سبب رئيس من أسباب عرقلة التحرير. ما هي؟ وهي الإشكالية القائمة عدم وضوح طبيعة العلاقة بين السلطة الشرعية وبين التحالف. هذه كيف أثر ذلك يعني على تعز تحديدا؟ دعني أولا أتحدث بشكل عام، يعني أولا إلى اليوم يعني وجود التحالف لا يمكن أن ننكر أن عاصفة الحزم، وإن لم تكن أنتجت إلا إعادة الأمل بأننا يمكن أن نعود وتعود مؤسسة الدولة وتعود ونحاول أن نزيل هذه العصابة العنصرية عن البلد ونعيدها إلى وضعها الطبيعي، لو لم يكن إلا إعادة الأمل لكان شيء عظيم. وصنعت هذا الأمر في بداياته، وكان أيضا مع إعادة الأمل حركة ميدانية، وكان هناك عملياتي أنجز مهاما لا بأس بها، وصلنا إلى أرض أوسع، وصلنا إلى مناطق أكثر. ماذا عن تعز لكن؟ تعز نفس القضية أيضا، تعز التي كانت جولة اليوم أصبح وضعها أعلى، أصبح عدد المناطق التي بيد الآخر بيد الإنقلابيين أصبح أقل بكثير. هذه المرحلة كانت مرحلة نحن نعتقد، وإن لم يكن الدعم في تلك الفترة دعما يرقى إلى مستوى الحدث خاصة في تعز بالذات، إلا أننا نقول جاء ومرت تلك الفترة، ليست المشكلة هنا، المشكلة هو ما بعد ذلك. الآن تعز وغيرها من المدن اليمنية تعاني من حالة إحباط. الأثر أو المؤثر الرئيس فيها هو دور التحالف السلبي في هذه الفترة. يعني مثلا إذا تحدثنا عن توقف الجبهات جانب كبير جدا منه للتحالف ولخطط التحالف اليد الطولة فيه. الجبهات ليست متوقفة لأنه لا يوجد من يحرك هذه الجبهات، ولا يوجد من ينطلق لاستكمال التحرير، موجود، ولا لأنه لا خطط لاستكمال التحرير. هناك خطط قد يعني أعيدت وكررت وكل شيء جاهز. ماذا أيضا؟ فهذه النقطة رئيسة في القضية. الأمر الآخر، الإشكالات الحادثة في المناطق المحررة والتي قدمت صورة سلبية للمواطن اليمني في مناطق سيطرة الإنقلابيين. أنا أتحدث الآن عن تعز. نفس الشيء تعز. تعز هي جزء من اليمن في هذه القضايا. هناك إشكالات قائمة بسبب دور التحالف السلبي في جهة ما والإيجابي السيء في جهة أخرى، أدت إلى عدم ظهور أثر للدولة ولاستعادة الدولة في المناطق المحررة. هذا الأمر قدم
المناطق المحررة لدى المواطن اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين قدمها وكأنها حديقة خلفية للانقلاب أو أنها نسخة معدلة منه. هذه إشكالية كبيرة جدا عوقت أيضا عملية التحرير، والتحالف يتحمل يعني وزر كبير لها. ربما يعني في قضايا كثيرة فاعلية التحالف بشكل عام ووجوده في الصورة، بل ظهوره في بعض الأحيان إذا لم يكن في أغلب الأحيان في صورة الآمر الناهي داخل البلد، وكأنما هو بديل لا شريك. هذه الصورة ألقت بظلالها على الأحداث في اليمن وتعز أيضا في القلب منها. وبالتالي أعتقد أن الإشكالية الرئيسة لكل ما نتحدث عنها الآن وما سنتحدث عنه لاحقا وما ستتحدث عنه في لقاءات أخرى من أجل اليمن أو تعز، المشكلة الرئيسة فيه هو الانقلاب والعدم حسم المعركة مع الانقلاب، إنهاء هذه الحالة والطول الأمد فيها أدى إلى تلك التراجعات التي ما كان لها أن تكون لو أن المعركة الأمر سارت كما كانت ضمن الأهداف المعلنة للتحالف العربي الذي جاء لاستعادة الشرعية. طيب أسأل ذات سؤال إذن للسيد فهمي محمد، أنت تقول سيد فؤاد على أنه تحريك الجبهات، عدم تفعيل الدولة ووجوده في صورة الآمر الناهي، هذه النقاط التي تحمل على التحالف على الأقل فيما ذكرته الآن. سيد فهمي، كيف ترى دور التحالف في تعز أو فيما يحدث في تعز؟ الحديث عن الدور التحالف بشكل عام بلا شك يقودنا إلى حقيقة تقول بأن هناك اختلال واضح في العملية السياسية بناء على التحالف حتى في العملية العسكرية، لكن في معطيات أخرى لا تجعلنا نلقي بكل اللوم ونحمل التحالف ونضر أنفسنا. هذه إشكالية. يعني مثلا في تعز على سبيل المثال، لقد التحالف تعز دعم في المال ودعم عسكريا وما زال السلاح موجود ومخزن، والقرار السياسي اصلا في وجهه نظري لم يتخذ في تحرير تعز. اولا من على مستوى المكون الداخلي، على مستوى قياده الجيش، على مستوى دور الاحزاب وفاعليته في تفعيل مثل هذا المطلب والضغط عليه وتحويله الى مطلب شعبي ومطلب سياسي ملح امام المعنيين بالامر. الإشكالية الثانية أنه هناك حسابات لتعز بشكل عام على المستوى الوطني، يعني تعز السؤال الجوهري والمهم في تعز تحالف التحرير من سيحكم؟ أعتقد هذا السؤال يجعل التحالف يترمل أو لا يتخذ قرار سياسي في مسألة الضغط على مسألة تحرير تعز. أشياء ثانية هناك عن الموضوع، يعني أيضا القوى الأخرى والحوثيين أيضا يدمجوا بكل قواهم في معركة تعز، يعني معركة تعز معركة سهلة، ولنتصور بأنه نحن بمجرد أنه التحالف قدم الدعم أو بمجرد أنه حتى المكون العسكري والأحزاب السياسية قررت بأنه تحرر تعز، لا، معركة تعز الحوثية عملها الحساب ومحشد كل القوى، لأنه في ظل انتقال إلى وضع سياسي معين يعتبر بأن وجوده في تعز هي أحد الأوراق الرئيسية التي يمكن أن تزعم منها أوراق سياسية، وبالتالي حتى الطرف الآخر يعني بكل قوته وبكل ما يمتلك لن تكون معركة تعز معركة سهلة أو تحريره عملية سهلة جدا، المسألة لها أكثر من بعد مسألة تحرير تعز. فيما يتعلق الآن بالبعد الخاص بالدولة والجيش، السلطة المحلية أيضا، أين هو موقع الجيش الوطني الآن مما يحدث في تعز برأيك؟ بخصوص ماذا؟ بخصوص يعني الآن هناك يعني هل ترى أن دور الجيش إيجابي فيما يتعلق بإدارة المسألة العسكرية بداخل الجبهات أو فيما يتعلق بالجبهات المفتوحة بمحافظة تعز؟ اطلاقا الجبهات موقفة، الجيش داخل في بعض الحسابات البينية، يعني حالة من التوجه داخل الجيش لواء فلان متوجه من لواء فلان، ما فيش يعني اهم مشكلة يعاني منها الجيش الان هو حالة من الشك والردة داخل المكونات العسكرية، وهذه مشكلة كبيرة جدا. الشيء الثاني الجيش، يعني حتى نستطيع ان نقول بانه ما دوره من نادر في تعز، اذا كان الجيش نفسه مش قادر يضبط الاعضاء ولا الافراد المحسوبه عليه،
فبالتالي كيف سنستطيع ان نطلب منه بانه يتولى مساله او يقيم ما يجري في تعز؟ يعني ما اعتقد ان الجيش نفسه بحاله الى اعاده وضع النظر في ترتيباته وفي قيادته وفي هيكليته وفي اشياء كثيره جدا يجب ان يخضع لها الجيش للمراجعات والمحاسبات اذا كنا نريد جيش وطني بتعز. لكن اذا كنا نريد ان نتحدث حول مصطلحات وما ذلك هذا مساله اخرى. يعني فالمساله بتعز يجب ان هي خاضعه لكل المراجعات على المستوى الاداري يجب ان يعاد النظر فيما يجري الان، على مستوى الجيش وبناء القوات المسلحه يجب ان تخضع لاعاده النظر، على مستوى الامن يجب ان تخضع لاعاده النظر، على مستوى سياسه الاحزاب يجب ان تخضع لخفض النظر، نحن امام يجب ان يحصل في تعز وقفه نقديه لكل زوايا لكل المشهد لكل ما يجري حتى نستطيع ان ننتصر لقضيه تعز. شكرا لك سيد فهمي محمد رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام باشتراك تعز، كنت معنا على الهاتف من هناك. بالعودة إليك أستاذ فؤاد، أخذ نقطة مما قاله، الجيش غير قادر على أن يضبط الأعضاء والأفراد المحسوبين عليه، لماذا؟ أولا من هنا أوجه تحية للجيش الوطني عموما في أنحاء البلد وللجيش الوطني خصوصا في مدينة تعز. هذا الجيش الذي بتضحياته ينعم الناس الآن في داخل المدينة، يذهبون ويجيئون، فتحت الأسواق، عاد الناس اليوم، المدينة عادت إلى زخمها السابق، إلى زحمتها المعهودة التي كانت في فترة من فترات يعتقد أنها لن تعود بفضل تضحية هؤلاء، وبالتالي نسجل في البداية هذه التحية. الأمر الآخر، يعني إذا لم يكن الانضباط في الجيش أين سيكون؟ المسألة كما ذكرنا، يعني دعونا لا ننسى أبدا أين نحن. هذا الجيش من أين جاء، كيف جاء، وأين نحن بالضبط؟ هذا الجيش كان مقاومة شعبية، مقاومة شعبية. الطالب جاء وحمل السلاح، المعلم جاء وحمل السلاح، الفلاح جاء وحمل السلاح، كل أناس خرجوا يدافعون عن بيوتهم، يعني أوصلهم الأمر، أوصلهم الحقد الانقلابي لا إلى أن يدافعوا عن مدينتهم بل عن بيوتهم، وبالتالي هؤلاء هم ثمرة أو عفوا هم بذرة الجيش الوطني الآن مع العسكريين القدامى الذين انضموا وانحازوا لصف الشرعية ولشعبهم. وبالتالي أنت الآن تنتقل من مرحلة أناس خرجوا طواعية من عمل طوعي إلى عمل وظيفي، من عمل نضالي إلى جندية، من الأجر والثواب إلى المرتب، من المبادئ خروج من أجل المبادئ إلى الجانب المصالحي. هذه النقلة التي انتقلت بها إلى ما سميناه يعني دولة الحضور، هذه النقلة لها تبعاتها، لها إشكالاتها. إذا كان عدم الانضباط قد يحدث في ظل جيوش مدربة عريقة في وضع مستقر، فما بالك في وضع مثل هذا الوضع؟ وبالتالي في إطار الوضع اللا طبيعي، الأمور اللا طبيعية طبيعية، ولكن متى تصبح إشكال حقيقي؟ عندما لا يكون لهذه الإشكالات من يراقب ومن يعالج ومن يحاول أن يتلافى الأخطاء. يعني الخلل في السلطة المحلية الآن؟ بمعنى الآن لدينا سلطة، خلاص أصبح لدينا سلطة، لم يعد المسألة كما كانت. السلطة المحلية عليها أن تطلع بمسؤولياتها. لدينا قيادة محور، قيادة المحور عليها أن تطلع بمسؤولياتها. طالما وأن لديك الآن جيش فلا بد أن يكون هذا الجيش، أن يطبق على هذا الجيش ما يطبق على الجيوش. طالما أن هناك تراتبية عسكرية لا بد أن تكون التراتبية العسكرية. طالما أن هناك ضبط وربط لا بد أن يكون هناك ضبط وربط. أن تهيئ جيشا بعقلية جيشا رسميا بعقلية مقاومة شعبية وتبقى على ذلك، هذا إشكال، والإشكال سيعود على من بيده القرار الآن. وبالتالي هناك إشكالية ربما رئيسة في مسألة حضور الدولة ومن ضمنها الجانب العسكري، وهو أن حضور الدولة بشقيه سلطة ومسؤولية. لا يمكن أن يعطوك الناس
كل السلطة عليهم إن لم تطلع بكل المسؤولية تجاههم. الدولة عندما جاءت دولة ضعيفة، دولة تحبو، وبالتالي لا يمكن أن تطلع بكل المسؤوليات، فلم يعطيها الناس كل السلطة. هذه المرحلة هي مرحلة تحتاج إلى نضال. هذا الذي يحصل اليوم، هل يخف هذا الأمر أم يزداد؟ هل الأمور تحدث إشكالات لكن تعالج وتتلافى ويصبح الوضع أفضل؟ هذا المطلوب. من الذي يراقب؟ الأحزاب السياسية عليها أن تراقب. البرلمان الآن بدأ انعقد مرة والآن مفترض أن يراقب. الفعاليات الشعبية والمنظمات المدنية عليها أن تراقب. هذا البديل للجميع. وربما أيضا كانت هذه الحلقة محاولة لعملية مراقبة من هذا الشيء. على كل حال أشكرك جزيل الشكر أستاذ فؤاد الحميري، عضو مؤتمر الحوار الوطني، على تواجدك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. حياك الله. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. دمتم وتعد بكل خير. في أمان.